الجزائر يعود لتصفيات كاس امم افريقيا بالفوز على زيمبابوي بالثلاثة باداء مميز بالفريق الثاني نوعا ما، او خليط ما بين الفريق الاساسي والفريق الثاني، مع غياب بعض العناصر عن التشكيله الاساسيه وفكر بالماضي بسبب الحته دي. وهنتكلم بالتفصيل على الجزائر بالشكل اللي لعب النهارده ضد زيمبابوي بالصف الثاني او الفريق الثاني. التشكيله اللي بدا بيها ما كانتش التشكيله الاساسيه، او بعض العناصر في التشكيل الاساسي ما كانش موجود. وهنتكلم ده بالتفصيل ليه بالماضي عمل الكلام ده كله. بس قبل نخش في الحلقه، طالما الحلقه دي وصلت لك اعمل لايك واعمل سبسكرايب، طالما اشتراك لاول مره تشوفني فعل الجرس عشان يجي لك كل جديد. ويلا بينا. حطني رقم واحد في الانقاصيه. الرسم التكتيكي للجزائر كان نفسه، هو الرسم التكتيكي اللي لعب بيه ضد بوتسوانا في نفس التصفيات، ولعب بيه كل ماتشات كاس افريقيا 2019، وهي الرسم التكتيكي 4-3-3. لكن العناصر بتاعه التشكيل هي اللي كانت متغيره نوعا ما. يوسف عطال كان غايب تقريبا لسبب كورونا، اللي هو عنده كورونا ربنا يشفيه ان شاء الله، لعب بدال محمد حليمه. الاثنين قلبين الدفاع ما كانش بيلعب بيه جمال بالماضي، وده ما كنتش فاهمه، كان بيلعب في عيسى مندي وكان بيلعب جنبه طهرات، بيلعب الاثنين وجمال بالماضي كان على الدكه. دي حاجه ما كنتش فاهمها او ما كانتش ظاهره في الماتش، ليه ما بيلعبش جمال بالماضي، بيلعب ناحيه الشمال رامي بن سبعيني زي ما هو، ما فيش اي تغييرات. ثلاثي نص الملعب هو نوعا ما فيه التغيير ان هو ما كانش بيلعب بكديوره، كان بيلعب بمهدي عبيد، وكان بيلعب باسماعيل بن ناصر، وكان بيلعب بسفيان فجولي، وقدام بيلعب رياض محرز وياسين ابراهيمي، وبيلعب ببغداد بونجاح. كان في الجزائر كان بادئ ماتش زيمبابوي الفريق مستريح نوعا ما، مستريح لان زيمبابوي مش الفريق اللي يخوف الجزائر بسبب مستوى الجزائر العالي جدا، وكمان جمال بالماضي مد سكه للعيبه اللي هو ما تنزلوش او ما تستهتروش بالخصم لدرجه اللي هو يكسبكم في المباراه. لكن عادي ممكن تبقوا نازلين مش متنشمين مش متوترين، هاديين جدا وتقدروا تكسبوا الماتش. وفعلا ده اللي حصل، ان انت في اول نص ساعه على طول سفيان في جولي بيجيب الجون الاول للجزائر، وبعد كده الجون الثاني لبغداد بنجاح قبل نهايه الشوط، وانت قدرت تخرج الشوط الاول 2-0 باداء مميز بالفريق، مش متوتر، الفريق هادي في ظل ان في بعض العناصر الاساسيه ما بتلعبش، زي جمال بالماضي، زي يوسف عطال، زي كاديورا. الثلاثي دول كانوا بيشكلوا اضافه كبيره جدا لمنتخب الجزائر، ان هم يغيبوا فجاه وما يلعبوش دي كانت بالنسبه لي علامه استفهام، اللي انت ليه ما بتلعبش على الاقل بكاديورا وجمال بالماضي مع ان الاثنين عندك على الدكه. ده متفهم اللي هو ممكن يكون بيجرب فكر جديد، او مباراه مش مستاهله ان انت تبدا بالتشكيل الاساسي كله، فكنت بتشوف بعض العناصر البديله بتاعتك، اللي انت لو اللعيبه دي غابت او اللعيب القوام الاساسي بتاعك حد منه غاب، ممكن تختار حد من اللعيبه البدلاء يلعب بيها. مهدي طهرات كان في ناحيه الدفاع بدل جمال بالماضي، ما كانش اللاعب السيء، كان لاعب جيد. عيسى مندي كان ساندو جنبه. مهدي عبيد في نص الملعب برده كديوره، هو فارق عنه، كديوره فارق عن مهدي عبيد بكتير، بس مهدي عبيد مش اللاعب السيء. سكواد بتاع جمال بالماضي او سكواد الجزائر ككل تحت قياده جمال بالماضي ما تقدرش تفرق ما بين لاعب ولاعب بجاب كبير، يعني بين لاعب ولاعب ما فيش جاب ما بينه. محمد حليم ويوسف عطال الاثنين النهارده، يعني انا ما حسيتش بغياب يوسف عطال، ممكن يكون لسهوله المباراه، وممكن يكون ان محمد حليمه جيد، الله اعلم. اللعيبه البدلاء دول ما اصطدمتش في مباراه كبيره، او جمال بالماضي ما لعبش بالتشكيله ديت ضد فريق كبير، لعب ضد زيمبابوي. زيمبابوي برده مش الفريق اللي شكل عليك خطر نوعا ما، وقدرت ان انت ده الدليل اللي انت قدرت تكسب 2-0 الشوط الاول باقل حاجه، تخرج 2-0 وانت سايب ايدك. الشوط الثاني انت بدات برده بنفس التشكيل، مفيش تغييرات كتير، بس انت جيت بعديها بشويه قدرت بدات تتغير، خرجت رياض محرز، مش عارف هل رياض محرز مصاب ولا لا، خرجته ونزلت ادم والناس، وكمان خرجت مهدي طهرات ونزلت جمال بالماضي، وبدأت ترجع نوعا ما القوام الاساسي شويه بشويه. بعدها بشويه سحبت بغداد بنجاح ونزلت كريم العربي، وسحبت مهدي عبيد ونزلت قديوره، وبدأت برده مش منزل التشكيل الاساسي ككل، وعامل مزيج ما بين اللعيبه الاساسيه ولاعيبه البدلاء. وده عجباني جدا في جمال بالماضي، ان انت ايا كان اسمك ايه، ايا كان انت مين اللاعب، ممكن تتغير في خلال مجرى المباراه، او ممكن ما تلعبش من الاساس. ياسين ابراهيمي في خلال كاس افريقيا 2019 ما شفناهوش طول البطوله، ما لعبش دقيقه، حتى مباراه تنزانيا اللي جمال بالماضي لعب بالصف الثاني كله ياسين ابراهيمي ما لعبش. بنشوف ياسين ابراهيمي في التصفيات لا ده بيلعب اساسي، موجود بشكل اساسي. في المميز في جمال بالماضي ان هو مش مفرق بين اللعيبه، انت لاعب في منتخب الجزائر، انت ممكن تلعب، انت ممكن تقعد، كلكم في خدمه المنتخب، انت موجود على الدكه، انت موجود في الملعب، لازم تركز ولازم تدي 100%، وده المميز في منتخب الجزائر، ده اللي مخلي المنتخب الجزائري هو افضل منتخب في القاره حاليا.
وده الدليل اللي في كاس افريقيا 2019 انت كنت واكل اخضر ولابس قدام اي فريق، ضد السنغال، ضد نيجيريا، سواء السنغال في المجموعات او في الفاينل، ضد غينيا، ضد كوت ديفوار، انت كنت بتقدم بطوله عالميه. حتى في التصفيات انت برضو اللي انت بتلعب فرق دي مش كبيره، زيمبابوي، بوتسوانا، فرق مش بتشكل عليك خطر. وفكره ان انت تلعب بياسين ابراهيمي انا مش فاهم، هو ما خدش يوسف بلايلي بالمناسبه في التصفيات دي او في التوقف الدوري ده؟ السبب ان يوسف بلايلي ما بيلعبش بقاله كتير وقاعد دلوقتي من غير نادي، لسه ما راحش اي نادي. يوسف بلايلي تقريبا مضى في قطر القطري تقريبا، فلسه ما بداش يلعب اكتر اكتر بلايلي عشان ياخدوا المنتخب، فابتدى يلعب ياسين ابراهيمي. هل لما بلايلي يرجع للمنتخب تاني هيقعد ياسين ابراهيمي ويلعب ببلايلي؟ الله اعلم، ده نعرفه في المباراه اللي جايه في التصفيات، سواء في تصفيات كاس العالم او تصفيات كاس الامم. والجزائر قدر يخرج بثلاثيه، رياض محرز بيجيب الجون الثالث، بعد كده بيجي الجون في زيمبابوي وبينهي المباراه 3-1. زيمبابوي الجزائر خلاص، هو يعني 6 نقط من ماتشين بنسبه كبيره، بنسبه 100% او 99.9 يا معلم. الجزائر في كاس افريقيا 2021 في الكاميرون، الجزائر بيقدم مستوى كبير، سواء في الوديات ضد مثلا كولومبيا، ضد المكسيك، في التصفيات، حتى في بطوله المجمعه. شابوه لجمال بالماضي، شابوه لرجاله جمال بالماضي. جمال بالماضي اللي عجبني ان هو سواء بتلعب بتشكيل اساسي او التشكيل البديل، كل اللعيبه بتلعب بنفس المجهود، كل اللعيبه بتدي 100% بتاعها. دي حاجه مميزه جدا 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 في الجزائر وجمال بالماضي. بس في الاول وفي الاخر ده كان راي شخص واحد في مباراه الجزائر وزيمبابوي. قول رايك انت في الكومنتس في المباراه، وقول لي توقعاتك، هل الجزائر قادر على تحقيق كاس افريقيا 2021 لتاني مره على التوالي، ولا ممكن فريق يفوق من القاره ويزاحم الجزائر؟ قول توقعاتك. ولو الحلقه عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولاول مره تشوفني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس علشان يجي لك كل جديد، وتابعونا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام، وتحط الديسكربشن تحت، واعمل شير على فيسبوك، ريتويت على تويتر. وكان معاكم مصطفى، نشوفك الحلقه الجايه، سلام.